ازيك يا طه؟ السلام عليكم. ايه يا عم اشرف، مالك ما تفتحش الخط عليه ليه؟ معلش، ما انا معايا اخوانك الشيعة مجننني يا عم طه. اطلع جننت يلا كمان النهارده يا عم ماشي طه. اتفضل كمل استاذ عليا. اشرف. هو سؤال واحد، سؤال واحد اتفضل. لان الوقت اتاخر. هل حضرتك، بس اريد شوية جواب يعني شافي مثل ما تقول، لو عندي هل علم حضرتك هجاوبك، لو عندي علم هجاوبك. لا لا، السؤال بسيط ان شاء الله. هل حضرتك تكفر كل الشيعة؟ لا طبعا، سؤاله لا طبعا. جيد، اذا اكو مجموعه او جماعه او فئه لا تكفرهم، شنو دول صفاتهم برايك اللي ما تكفرهم؟ الذين يعني لا يسبون اللي الصحابه، كافرين. الذين لا يسبون الصحابه بعد، ولا يطعنون في جيد زوجات وبعد. النبي، ولا يتوسلون ويشركون بالقبور، ولا يقولون بنقص بعد القران، هؤلاء لا يكفرهم في الشيعة. جيد، ها زين زين جيد. احنا مال تحريف القران تناقشنا به، مال عباده القبور. هل حضرتك شفت كل الزوار يسجدون للقبور؟ كلامي واضح يا قبور استاذ؟ والله الأمين. بص يا استاذ الفاضل طه، انا كلامي واضح. جيد جيد جدا. جيد، واضح. انت ما تسالنيش اصل فلان واضح. نام على القبر، انت عارف في نيته ايه؟ وفلان ما نامش على القبر في نيته ايه؟ انا ما دخلتش في النيات. انا اقول ان عقيده الشيعه ماشي. كفريه، والمعين لا يكفر الا باقامه الحجه عليه. عندي بقى سؤال لواحد ليك يا طه، كفريه تجاوبني عليه. شلون؟ عندي سؤال ليك واحد، ممكن تجاوبني عليه؟ يلا يلا اتفضل اتفضل. يعني حضرتك يا طه، في انت عندك كم سنه اولا يا طه بس قبل ما اسال السؤال؟ انا 46 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك البركه في العمر يا طه ويهديك الى الحق. الله والله الله يسلمك، الله يسلمك ويعطيك الصحه والعافيه. المهدي حجه ولا رسول يا طه؟ لا حجه طبعا. يعني ايه حجه يا طه؟ حجه منصب من الله سبحانه وتعالى. لا انا عايز افهم مفهوم وصية. حجه يعني لو واحد قال لي يعني ايه انت حجه، يعني ايه؟ ها يعني كلامه او امره واجب التنفيذ، واجب التنفيذ، واجب الطاعه، واجب الطاعه. طيب ما الامر الذي احتج به المهدي على امته؟ طيب هاي راح يصير هواي اسئله استاذ، اشتقي السؤال واحد. ما هو ده السؤال نفسه، ما الامر الذي احتج به المهدي على امته؟ احتج به المهدي على امته. لما من يطلع يحتج عليهم. يعني يطلع. هو الان لا يسمى حجه. شكرا لك يا طه. لا 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 طبعا لا، هسه حجه، هو اكيد حجه بس يحتج. الو بضحك يا طه، استنى. لا اله الا الله. انت استاذ اشرف، استاذ اشرف، استاذ اشرف، اكو مثل يقول تريد بالكذبه وتصدق هيك. يعني هو الان 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 يا طه، انا خلاص تدخل، تريد تدخل بنقاش حول المهدي؟ انا سؤالي خلص والله. تريد تدخل بنقاش حول؟ لا لا شوف، راح اوضح لك شغله واحده على السريع. عقيده المهدي ترى ما مختلف بها على الشيعه والسنه، بين الشيعه والسنه، بس مختلف في شنو؟ بشخص المهدي نفسه. شكرا يا طه. ولا كعقيده موجوده عندكم، كعقيده موجوده عندكم. شكرا يا طه، انا سؤالي خلص. شكرا. السلام عليكم يا طه. يلا ها شوف. عليكم السلام. بالله عليكم اهل السنه ما يتصلوش دلوقتي. يعني خلي اهل السنه بعدين النهارده. المهدي حجه ولا رسول؟ قال لي حجه. قلت له باي شيء اقام الحجه يا طه؟ قال لي يعني بالحجه، اما اصل لسه ما قالش حاجه، فازاي يسمى حجه وهو لسه ما احتجش عليكم حاجه ولا له حجيه اساسا؟ فكيف يسمى حجه؟ الله المستعان والله يا شيخ.